السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا افتتحنا المركز الذي في الجراف خط المطار أمام منزل بيت الشايف، فأحط لكم الرقم التلفون في التعليق. أيضا معنا جميع الألوان وجميع المقاسات، وأي قطعة بسعر 4000 ريال، هذا اللبس كامل، أي قطعة بسعر 4000 ريال. تعالوا شوفوا المطار. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة صباحية جميلة لكم لحضراتكم. بعد 4 أشهر من عدم البث المباشر بسبب جيود مارك، الحمد لله تم الافتتاح اليوم. بهذا الافتتاح الجميل والمشروع الناجح للأخ العزيز والصديق ربيع البحري، ربيع البحري للأثواب والملابس الجاهزة، هذا الصديق الجميل الذي بدأ نجما في اليوتيوب وما زال نجما في اليوتيوب، وأنا مستعد أن أخدمه بما استطعت مشاهدينا الكرام، خدمة له وتواصلا واهتماما مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، دعما واهتماما للأخ ربيع البحري الذي بذل جهدا طيبا مشاهدينا الكرام في الخدمة، خدمة الناس والتواصل مع الإخوة المواطنين الكرام بأن يلبسوا ويهتموا بأرواحهم وبحياتهم. طبعا ربيع الى جانبي. ربيع صباح الخير يا اخي. حيا الله من الجهه. كيف الحال يا غالي؟ الحمد لله. اتمنى لك كل توفيق يا ربيع. بعد المرض الذي عانيته ومريت به، انا واحد من الناس اللي حس بك وحسيت انك مظلوم وظلمت، لكن الله يخارجك ويفتحها في وجهك ان شاء الله. تحياتي. طيب مشاهدي الكرام، هذا مركز ربيع البحري للاثواب والملابس الجاهزه. عليكم السلام ورحمه الله. هذا ربيع البحري الى جانبي، وهذا محلك اللي افتتح حاليا اليوم، افتتاح خاص، واول من حضر يحيى سرور، وانا ذا الحين بعده الثاني. قال بدل ما يعمل بث مباشر ويعمل حضور للاخوه الاعلاميين يحضروا عقب بعد دوشه كبيره، لكن هذا على شكل مثال بالضبط. فبالتوفيق للاخ ربيع البحري، واي قطعه مشاهدينا الكرام ساوضح لكم التواصل داخليا. يلا ربيع، وضح للناس اي قطعه يا ربيع بالنسبه لي للكبار بكم؟ 4000 ريال. جينا عند الاكواد. الله هذا الاكواد مشاهد الكرام من 4000 ريال، كل المقاسات موجوده. ايوه هذا اكواد مربعه. ايوه هذه مربعه. وهذه اكواد صافي سلك. وايضا ابو شعر هذا ابو شعر صافي سلك. والبضاعه استاذ محمد هندي وتركي رقم واحد. ما شاء الله تبارك الله. وهذا سعر الفتيل. ايوه هذا في الاكواد. الان ننتقل الى قسم الشيله. شوف هذا الشيله كشميري هندي رقم واحد مصور. والله جميل. شوف النقشات يا استاذ محمد. النقشات طلع النقشات. تفضل يا استاذ محمد. شوف هذا البضاعه وهذا الالوان وهذا الاشكال. هندي كشميري رقم واحد. شو على اشكال مشاكلهم؟ عرض والالوان ولا هذا؟ شو على جمال فيها مشاكلهم؟ من 4000 ريال هذا الكبير. ايوه بالنسبه للولادي، الولادي بالنسبه للولادي هذا النكشه من 2500 ريال. ايوه وفي من 1000 ريال. وهذا الطبعة من 1000 ريال. ايوه هذا بالنسبه للشيله. مثلا المشاهدين الكرام، خيار تذهب الى بعض المحلات التجاريه دي بالنسبه لبيع الملابس، تجد بعض الملابس فيها غاليه جدا ومبالغ في السعر، لكن الاخ ربيع مع الناس البسطاء والمحدودية الدخل، منهم مشروع في شارع حائل الاول. الاول في شارع حائل جوله التشريف امام الصقر موني داخل بدايه الحارة. شوف استاذ محمد، انا اي مراكزي مكتوب ربيع البحري، مركز ربيع البحري وصوري. ايوه هذا اي محل مكتوب مركز ربيع البحري وصورتي فيه هذا تبعك. نعم. اي مشروع ثاني لاشخاص اخرين ما رفعت صورتك واسم ربيع البحري ما اشوفه لو هذا ما هو ربيع تبعك. ايوه هذا الانبس. ايوه والجنابي هذا الكبير من 4000 ريال، القطعه كامله يا استاذ محمد. كامل مع الجنبين مع كل شيء. كامل ب 4000 ريال. ممتاز. ايوه الوان واشكال يعني صناعه يمنية. على شكل امان من جديد. كل هالاشكال كل شيء على شكل جديد. ايوه والولادي من 2000 ريال. الولادي يا استاذ محمد هذا 2000 ريال. وهذا الولادي من 2000 ريال. بدي اذكركم مشاهدينا الكرام قبل رمضان ان شاء الله ان تاتوا
طيب يا سيد وايضا يا سيد محمد شوف احنا سعرنا بيكون مش في هذا للموسم رمضان فراح بيننا شهر رمضان شهر الخير للموسم طول الوقت ما ندفعش ولا ريال واحد بعد رمضان ورمضان ايوه واصل هذا السعر الصنادل الصنادل يا سيد محمد شوف الصنادل الصنادل طبي رقم واحد هذا عندك يا سيد محمد شوف الخامة شوف الخامة شوف الخامة شوف الخامة كلهم يهدوا شوف طبيعي شوف هذا النقشات وهذا الالوان وهذا السعر بربعه 100 بضاعه رائعه جدا شوف ذا مبالغ يا استاذ طيب متوفر ولادي وشبابي جميع المقاسات متوفر جميع المقاسات جميع الالوان فكرة ناجحة مشاهدينا الكرام والله اني كنت اطمح اني اعمل لي مشروع زي هذا المشروع بس لكن اول مشكلة تواجه واحد معهم المكان اللي اختار الشخص كم جلس يا ربي لو ما تراجع بعد هذا المحل كم حصلت لو ما ايه كم جلس يعني ايه كل شيء بتعب يا استاذ والنجاح ما يجي الا بتعب كل شيء يجي بتعب اسم الثيابة الحمد لله طبعا يا استاذ محمد هذا الاثواب معانا جميع الالوان شوفها جميع الالوان جميع المقاسات حتى اكس دولي اكس لارج تولي اكس لارج اكس لارج اوريك الاكس لارج ثمنه ب 4000 ريال هاتوا هي اكس لارج واحد اكس لارج هذا الولادي هذا الاكس لارج وهذا الولادي من 2005 وهذا استاذ محمد اكس لارج نشوف الاكس لارج ثمن حجمه هذا اكس لارج موجود هذا اكس لارج لبس اكبر مقاسه اكبر مقاسه حجم الوان واشكال ومقاسات وكله ب 4000 ريال هذا طبعا الرجالي والولادي من 2005 ما شاء الله تبارك والسعر ثابت طول السنه يا استاذ محمد ما شاء الله تبارك الله العنوان مشاهدي الكرام في شارع المطار الجراف امام منزل الشيخ الشاعر سهل العنوان وقريب من الكل انا أيوة. بالنسبه لي اول ما تصلي ربع قال لي احضر أيوة. انا جنبك انا بشارع مالك ايوه استاذ محمد بس ولو بعد ساعه نحن في ايضا معنا فرع في دماء فتحنا في دماء ما شاء الله ايوه وان شاء الله راح نقرب في إيه. مع متعبهم شو تقولون صراحه وينتظرونا بس في المحافظات ونجي لعندهم يعني ما عاد يتعب ما شاء الله تبارك الله ادعموا الاخرين مشاهدي الكرام هو عنصر محارب المجتمع و يوتيوبر مشهور من المشاهير ورأيته حلقة في أحد البرامج تحدث عن مرضه وعن خاصة هذا المرض الذي تعرضت أسرته للقهر والظلم بسبب هذا المرض الجائر الذي يأتيه أي حمد شعب المرض يا أخي بازل أنا بالنسبة للتعب بازل بس بين أقاهم الحمد لله بالصلاة والذكر وقراءة القرآن الكريم بين أقاهم واشتغل وأموري طبيعية الحمد لله بفضل الله وصل إلى حد مشاهير كرام أنه تعرض ابنه أنه كان الشيء يذبح للمه سبب قهر هذا المرض الذي حصل له فأنا واحد من المشجعين للأخ ربيع وفرحت لهذا المشروع وسأقف مع الأخ ربيع وأنا مستعد أن أنزل إن شاء الله في رمضان وبعد رمضان الله أعرض هذه المحلات التجارية وأنا مستعد أن أزوره أيضا في دمار ومستعد أن أزوره أيضا في إب لماذا؟ لأنه أنا أفرح عندما ينجح صديقك أو صاحبك في مشروع من المشاريع لأنه هذه خدمة للمجتمع ومعدة حين أكثر من 20 شخص في هذا المكان وفي المكان الثاني 20 شخص محاولة ضمان 20 شخص هؤلاء كلهم شاقين على أسر الحمد لله بيعيشوا من ظهر الأخ ربيع والأخ ربيع يترزق ويطلب الله لقمة عيش حلال شريفة طاهرة الحمد لله لا بيكون عال على حد ولا بيطلب أحد وإنما مشروع بتعبه وكده مع أخوه الغالي اسمه كيف؟ وليد وليد الله يحفظك يا وليد آمين وإياكم أنت تكبر يا وليد ولا أيوه أنا ما شاء الله كم معك يا ربي ابنك اللي ابنك اي كان توام توفى عليه واحد ما جينا اي واحد لا واحد الله يحفظه ان شاء الله ربي يحفظكم مشاهدينا ما حد يمشي يضيف يا ربي ما له عشان يضيف يا ولا شيء خلاص قلت عندهم كل شيء ايضا المعاوز معاوز ايوه معاوز موجوده مشاهدينا معاوز موجوده